الأنباء وزعامة المكون هو موضوع حلقتنا هذا اليوم، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزملاء. البيت السني يعيش أزمة كبيرة وانشطارا حادا في مكوناته، وأزمة رئاسة البرلمان تعصف فيه وأخذت أكثر من منحة. تقدم الذي خسر مرشحه شعلان الكريم بدواهي تمجيد النظام السابق، تحالفوا مع تحالف الصدارة بزعامة محمود المشهداني ليرشحه لرئاسة البرلمان بدلا عن شعلان الكريم الذي انسحب منه. لكن هذا الأمر لم ينهي الأزمة بشكل كامل، وجلسة انتخاب الرئيس الأخيرة شهدت عراكا وفوضى داخل المجلس بعد أن فشل البرلمان في الجولة الثانية، وقبل التوجه إلى الجولة الثالثة بدأت الأزمة وانتهت بضرب النائب هيبة الحلبوسي من تقدم من قبل النائب أحمد الجبوري. وعلى هذا الأساس رفعت الجلسة إلى أن يجدوا حلا للأزمة، لكن إلى الآن الأمر لم يحسم، والمواقف ذاتها كل جهة متمسكة برئاسة البرلمان، فتقدم يرى أنه الكتلة الأكبر في البيت السني، ولا يمكن أن يمرر رئيس البرلمان إلا من تحت عباءته. وجهة الأخرى وهم حسم وسيادة وعزم يرون أنهم الأحق برئاسة البرلمان، ويبقى الحال على هذا المنوال. وتسعى جهات سياسية عديدة لحل هذه الأزمة والخروج من بوتقة الانسداد السياسي الذي عطل عمل البرلمان لقوانين مهمة، وكانت التوقعات لحل هذه الأزمة في الوقت القريب. لكن على ما يبدو أن الأمر صعب إلى الآن ولا يمكن تحقيق النصاب، لأن عددا كبيرا من النواب ذهبوا إلى الحج، وهذا الأمر سيؤخر انتخاب الرئيس إلى ما بعد عيد الأضحى، وبعد ذلك سنرى هل تحل الأزمة أم تبقى على حالها.